أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي رسميا السيطرة بالكامل على سد البعث على نهر الفرات، وغيرت اسمه إلى سد الحرية. قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود إن المقاتلين يقومون بتمشيط القرى المجاورة بحثا عن ألغام ولتعزيز خطوطهم الدفاعية. وصلت قوات الأمن العراقية إلى مشارف البلدة القديمة في الموصل بعد أسبوع على عملية عسكرية وصفتها الحكومة بالحاسمة لتحرير المدينة من احتلال تنظيم داعش. وكشفت مصادر أن طائرات مسيرة عن المنطقة أظهرت إقدام داعش على إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة باستخدام عجلات تم نشرها على طول الطرق. أكدت الشرطة البريطانية مقتل 7 أشخاص بالإضافة إلى 3 مهاجمين في عدد من الهجمات وسط العاصمة البريطانية لندن. وأشارت الشرطة البريطانية إلى أن المهاجمين 3 الذين قتلتهم بعد قيامهم بطعن أشخاص عدة في منطقة بورو ماركت في لندن كانوا يرتدون أحزمة ناسفة مزيفة. من جانبها دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الجرائم الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية وسط العاصمة البريطانية لندن. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف دولة الإمارات الثابت والواضح ضد التطرف والإرهاب، مشددة على أن جرائم لندن الإرهابية تؤكد مجددا الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله. أكدت وزارة الدفاع الإندونيسية في مؤتمر دولي حول الأمن إن لدى داعش الإرهابي حوالي 1200 مقاتل في الفلبين، بينهم أجانب، يقدر عدد الإندونيسيين منهم بنحو 40 شخصا. قال وزير الدفاع الإندونيسي إنه لمواجهة هؤلاء المقاتلين الأجانب يجب أن تعتمد وسائل شاملة، لكن يجب الحذر لأن هؤلاء المقاتلين هم آلات قتل. أصيب نحو 1000 شخص بجروح خلال تدافع نجم عن حالة هلع بين الحشد الذي تجمع مساء السبت في ساحة في وسط تورينو لمتابعة المباراة النهائية لدور أبطال أوروبا، حيث سادت حالة من الفوضى قبل 10 دقائق من انتهاء المباراة عندما أصيب متابعوها بحالة هلع إثر سماع ذوي ألعاب نارية، في حين تحدث البعض عن انفجار قنبلة. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.